مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع على قناتي. اليوم بقدم لكم طريقة عمل الحلوى العماني، سبق وأن قدمته على قناتي، بحط الرابط بصندوق الوصف، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة أو بمكون مختلف الذي هو الساجو، وذلك بناء على طلب واحدة من المتابعات. تابعوني إن شاء الله تنال إعجابكم. هذا هو شكل أو قوام الساجو المنقوع بالماء، وكل شيء بيكون مكتوب بصندوق الوصف أسفل الفيديو. هذا هو العبوة أو الكرتون للساجو، تقدروا تأخذوه الناس اللي عايشين هنا في ألمانيا من الكاوفلاند أو الريفا أو الإيديكا. بعد نقع الساجو بالماء لمدة ساعتين ونصف، أقوم ب طحنه أو خلطه بالخلاط. هذا هو القوام، ما شاء الله، يعتمد على نوعية الساجو. وهذه هي مكونات الذي بنحتاجه لعمل الحلوى، معنا السكر والساجو وصبغة الزعفران وماء الورد. الآن أقوم بتذويب صبغة الزعفران بماء الورد، ومن ثم أضيف عليهم الهيل المطحون. بوعاء على النار أحط كل كمية السكر، أحطهم يعني لمدة دقيقة، ومن ثم أبدأ بالتحريك. أستمر بالتحريك إلى أن يذوب السكر ويتغير لونه، يتكرمل، ومن ثم أحط كمية الزبدة. أقلبها تماما مع السكر إلى أن تذوب. بعد ذوبان الزبدة مع السكر، أحط كل كمية الساجو وأقلبهم مع بعض. ما تقلقوش يا جماعة إذا أتكتل معانا الخليط، السكر كله المتكتل بيرجع بيدوب مرة أخرى، ما شاء الله، مع التقليب المستمر. الآن أضيف ماء الورد وصبغة الزعفران والهيل وأقلب جيدا كما تلاحظوا بالفيديو. هذا هو بعد التقليب المستمر شكل الحلوى، ما شاء الله كل شيء داب معانا وقوامه روعة الصراحة، والطعم أروع. ممكن إضافة المكسرات المتوفرة لديكم. أضفت المكسرات، ومن ثم استمرت بالتقليب، وبعد ذلك أطفأت النار عليها وقدمتها. ما شاء الله حلوى عمانية
ناجحة 100%، ما شاء الله، والطعم والرائحة يعني عبت البيت ما شاء الله. حلوى عمانية لذيذة، أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا على المتابعة.